فيما يخص المباراة التي ستلعب في ضواحي العاصمة باريس، قائد الشرطة الذي تحدثت معه هذا الصباح قام بتعزيز إلى حد كبير الإجراءات الأمنية. المديرية العامة للأمن تعمل بشكل جدي دون الخوض في التفاصيل لتكون في الموعد وتوفر وسائل وقائية بعد تلقينا لتهديد علني من طرف الدولة الإسلامية. لا أملك حقا وأقول هذا بكل صراحة، لا توجد معطيات دقيقة، لا نعرف المكان الذي قد يستهدف ولا حتى الظروف.